معكم مباشرة اليوم حديثنا في برنامجكم النساء المفضل على راديو أصوات على الهالات السوداء. وهذه التلوينة السوداء ممكن تكون زرقاء، ممكن تكون تلوينة غامقة في الهالة أو الدورة ديال العين. فإلى عندك للا هذه المسألة، يا إما كتبان لك مؤقتا أو كتبان لك وبقات عندك مدة، بغينا نعرفوا لاش راجعة هاد الهالات السوداء، شنو السبب ديالها او لي سيرن. كاينين يعني اليوم السيدات وشابات اللي كتقول لك عيني ديما منفوخه، عيني ديما فيها داك الكحولي او داك الزروقيه، ولا خاصها يوميا خاصها ضروري دير ان اونتي سيرن، يعني ديك الكريمه ديال الماكياج اللي كتنقص لها من داك الزروقيه باش ما كتبانش العين هكذاك كتجي مبدله على البشره ديال الوجه. اليوم بغينا نعرفوا معكم مستمعاتنا شنو الاسباب وشنو هي الحلول من خلال وصفة دكتور عماد المضمونة والأمينة. دكتور عماد اللي كنذكر أنك دكتور الصيدلة والمختص في العلاج وفي التداوي بالأعشاب، واش أي مرأة أو أي شابة اليوم كتصنت لنا عندها لي سيرن خاصها تقول يمكن شي حاجة ماشي غير قلة النعاس أو العيا، يمكن تكون أعمق من هذا الشيء؟ أكيد، فيقدر يكون أولا مشكل صحي، إذا نشوفوا بعدا واش ما عندناش واحد المشكل صحي، هذا هو أهم حاجة. المسألة الثانية التغذية، اللي خصها تكون واحد التغذية سليمة، ديما كنرجعوا للتغذية، التغذية اللي فيها الأملاح المعدنية، فيها الفيتامينات، هذو كلهم مواد اللي كيحافظوا لنا على دوك الشعيرات الدموية اللي كتكون عندنا تحت العين ديالنا، حيت هما اللي كيغذيو لنا العين. ولكن هاد الشعيرات خصنا دائما نحافظوا عليهم، علاش؟ لأنهم سونسيبل. ودائما كنقول ان قلت المنطقه اللي حول العين كتكون ثلاثه ديال المرات رهف ورطب ورطبه واقل حساسية او عفوا واقل يعني كما كنقولوا حنا انه غزيست با، يعني ما كتصبرش العوامل الخارجيه، هي ثلاثه المرات قل من البشره ديالنا، لان البشره ديالنا في الوجه ديالنا كتكون قويه وكتكون سميكه. هذا هو الفرق. هذه من جهه. من جهه اخرى الماء، لان الماء هو المرونه، هو الليونه، هو اللي كيخلي لينا داك 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 ليفي الاستيك، يعني داك المرونه ديال تحت العين ديالنا، هو اللي كيخليها هاد المكون هذا او هاد الزيت، هذه هي اللي كتخلي لينا حول العين ديالنا كتحافظ على القوة ديالها وكتحافظ على ديك الإلاستيسيتي ديالها. هذا من جهة. من جهة أخرى خصنا ناخذوا الساعات الكافية ديال النوم ديالنا، لأن إلا ما كناش كنعسوا الساعات الكافية، هذا الهرمون ديال الميلاتونين أو الهرمون ديال السيروتونين، هاد جوج ديال الهرمونات هما اللي كيحافظوا لينا على الشبابية وعلى النضارة ديال حول العين ديالنا. وزائد شنو تزاد دابا اللي ولا حتى هو كنعتبروه من نوع من الإدمانات، اللي هو الإدمان على الهاتف، الادمان على الاجهزه الالكترونيه، الادمان على التلفازه حتى هي اللي كتنبعث منها واحد الاشعه. هذه الاشعه مع الاسف انها اشعه ضاره. شنو كدير؟ كتمشي الكولاجين، اذا الكولاجين اللي كيكون كيحمي لنا الخلايا ديالنا وكيعطيها واحد التقويه كتضعف منه، وهو اللي كيعطينا هذه الاسباب، هذه كيعطينا الكحوليه تحت العين وكيعطينا الانتفاخ في بعض الحالات. علاش؟ لان ما كيبقاش داك التوازن ملح ماء ما كيبقاش طبيعي تحت العين ديالنا. وحنا غادي نستقبلوا كل اسئلتكم مستمعاتنا، كنتواصلوا معكم ورقمنا هو 0522 77 24 24. مرحبا باسئلتكم المباشره، كذلك غادي تواصلوا معنا عبر المباشر واللايف على الصفحه ديال فيسبوك سناء الزعيم اصوات. وكنذكر انه اليوم ايضا هناك المسابقه ليوميا كتفوزوا فيها معنا بغوبو متعدد الاستعمالات، واللي ان شاء الله باش لالا تشاركي معنا في المسابقة وربما تكوني انت الفائزة به، ما عليك الا تصيفطي رسالة قصيرة اس ام اس غتكتبي فيها كلمة حديث على رقمنا 5590، ثمن الرسالة الصادرة مع احتساب الرسوم، غادي نعملوا سحب القرعة والرقم اللي كان يتسحب كنتصلوا به وكنطرح عليك سؤال سهل ماهر فرد البال. ربما يكون السؤال اليوم على شي حاجة غنقولوها معك دكتور عماد. وتحية للجميع. غادي ناخذوا معنا كريمة من مراكش وكريمة من فاس وشاهدة من دار بيضاء. أهلا بك كريمة من مراكش. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كريمة دايرة أختي سناء؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله. بغيت نسول الدكتور عماد، عندي واحد السؤال واحد الاستفسار الله يخليكم. إيه مرحبا. مرحبا، نتمنى يكون في الموضوع ديالنا اليوم اللي هو على الهالات السوداء. أنا عندي الهالات السوداء بحالها زرقان شوية. إيه
وما كانش عندي قبل. يلا بداو كيبانوا ليا وانا البشره ديالي بيضاء. ايه ما عرفتش من الناس. ما كتعاني حتى شي مرض بعدا ياك؟ ما كتعاني من شي مرض؟ ما كتعالج على حتى شي حاجه؟ لا شي من خايف يكون شي حاجه، حيت هذه واحد 4 ايام تقريبا خرجت لي بحال واحد الحميمه في العنق ديالي تحت الشلد. واخا خليك في الاستماع، فالحمامصه هذيك او ديك التلاله صغيره ولا الحمامصه هذيك ضروريه تشوفي عليها طبيب ياك. وهذه المساله ديال الزروقيه او الانتفاخ تحت العين غادي نحاول ان شاء الله نجاوبك على هذا السؤال هذا. غير هو فايت لك استعملتي شي ماده طبيعيه ولا استعملتي شي حاجه قبل البشره ديالك؟ مثلا درتي شي كريم ولا درتي شي حاجه ديال التجميل لهذه المنطقه هذه ديال حول العين؟ لا ما عمرني درت لها شي حاجه. ايوا داكور، اذا هانتي خليك في الاستماع ان شاء الله، فغادي نعطيك وصفه لهذا المشكل هذا باذن الله. واخا قول لي عافاك، واش هذا الشيء اللي خرج لي هذا يقدر يكون شي حاجه عاديه ولا؟ الطبيب اللي غادي يحكم، ولكن ان شاء الله ما غاديش تكون شي حاجه خطيره، غير هو تبصري بها تشوفي الطبيب ويدير واحد مجموعه ديال التحاليل ويدير واحد الكشف، وديك الساعه ان شاء الله راه إلا كان شي مشكل راه غادي يتعالج ديك الساعه، ولكن في الغالب 70% راه هاد الامور هذه كتكون عاديه. غادي ناخذوا اسئله واحده اخرى، دائما متواصلين معكم مباشره مستمعاتنا. تحيه ليك كريمه من مراكش. وحنايا غادي ناخذوا الان كريمه اللي معنا من فاس. اهلا بك كريمه. السلام عليكم سناء. عليكم السلام ورحمه الله. اختي سناء، انا بعدا كنشكركم جزيل الشكر انت والدكتور عماد، وكنقول لكم رمضان كريم. وانتم على الشكر والجزاء اختي، الله يبارك فيك. بارك الله فيك خويا، كنشكرك بزاف على واحد الوصفه عطيتيها لي لواحد البنيته وفرشتيها، وكنشكرك بزاف. هي كانت عندي صغيره وكان عندها الشعر جاف بزاف، وخديت هذيك الوصفه ديال زيت الكوكو وزيت لافوكا مع زيت الذره، والحمد لله لقيت النتيجه اللي كنشكرك عليها بزاف دكتور عماد. الحمد لله، الله يخلي لك البنيته، وهذا واجب اختي، هذا واجب. غادي عندي جوج اسئله اذا كان ممكن، على هاد البنيته نيت بقى لها شويه ديك الخلف القدام عندها واقف وحدوش ما بغاش يرطب ليها. شحال تقريبا هي كدير الوصفه؟ شحال وانت كديري الوصفه اختي؟ انا ما نكذبش عليك ما كنستعملهاش باستمرار، لان كنقطع مره كنستعملها مره لا. ايوا شوف، هذا اهم حاجه، هذاك النهار قلتها الكميه، يعني لو دوزاج والمده والطريقه، ثلاثة ديال الحوايج إلا ما كانش وحدة يعني وحدة تابعة الأخرى، هي راه واحد المنظومة متكاملة. إلا خطينا الكمية ولا خطينا الوقت ولا خطينا الطريقة ديال الاستعمال، فحتى شي حاجة من هاد الشيء ما غادي تعطينا فائدة أكثر. أنت دابا كنتي كديريها غير مرة شوف النتيجة اللي عطات، أما إلا داومتي عليها ديما فراه الشعر غادي يرجع للحالة الطبيعية ديالو إن شاء الله. صافي تفهمنا، غير داومي على الوصفة إن شاء الله وراه غادي تعطيها النتيجة. الله. غير بالنسبة لديك الفراغات، كنت سمعت بأنه كتجي زيت اليقطين. اها. واش ما عقلتش، واش متأكدة منها ولا ما متأكدش منها؟ الفراغات بزاف التجربة ديالها. زيت اليقطين وزيت القرعة الحمراء كتصلح التساقط الشعر، كتصلح البشرة. التساقط هي ديجا عندها الفراغات، حيت هي مازالها صغيرة وديجا عندها ديك الفراغات التجربة ديالها. إلا قلنا كتصلح التساقط الشعر فهي كتقوي لنا البصيلات ديال الشعر. فهمتيني؟ وخاصه بالنسبه للبنيتات اللي عاد كيكبروا، وزائد التساقط الشعر اللي كيكون عند الناس الكبار. انا كنهضر على السيدات بالفعل، ما كنهضرش على الرجال، لان الرجال كيكون امر اخر. فانا كنصحك النصيحه اللي كنصحك، بلا ما تستعملي زيت اليقطين، استعملي غير هذه الوصفه هذه وكملي عليها، فراه غتعطيك نتيجه ان شاء الله. تحيه ليك كريمه من فاس. غادي ناخذ الان شهيده اللي معنا من الدار البيضاء. اهلا بك شهيده. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اش اخبارك اختي سناء؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. بشركم مبروكة، بصحة وسلامة. شكرا. كدا الدكتور عماد؟ بخير اختي، الله يبارك فيك. بخير عواشكم مبروكة. مرحبا، الله يبارك فيك اختي. ياكما عندي الراديو بعيد شوية، ياكما تسمعوه؟ انا كنسمعوك اختي. نعم اختي، شنو السؤال؟ يلا بارك الله فيك. الله يخليك، عندي شوية لصقن انا تحت عينيا، ولكن غير درجة مع عندي بنتي صغيرة تنصر معاها، واش عادي ولا؟ والبنيته شحال في عمر البنيته؟ دابا عندها عام و3 شهور.
عام وثلاث شهور. اه هكاك. فاحنا حنا السهر حتى هو راه كيكون من الاسباب اللي كيعطي هاد الزروقيه تحت العين. غير بغيت نسولك الطريقه ديال الاكل ديالك، واش كتاكلي عادي؟ واش كتشربي الماء؟ فهمتي؟ كنشرب الماء، كنشرب الماء، كناكل عادي، ولكن صراحه الماء ما كنشربش ديك الكميه اللي خاصها تشرب في النهار. شحال كتشربي تقريبا ديال الماء؟ صافي نقدر نشرب لك قل من لتر ونص. اقل من لتر قرعه ما تنكملهاش في النهار. لا ضروري تحطي هداك واحد القرعه ديال لتر ونص وتبقاي كتشوفي فيها في النهار، سمعتيني؟ وداومي عليها ياك، تبقى تشوفيها في النهار وكل مره شربي منها شويه حتى تسالي، لان هذه ضروريه. مساله اخرى، دابا الا كنتي لا محاله خصك تسهري مع البنيته وخصك انك يعني تبقاي معها الليل، فغادي خصك ديري عنايه خاصه للحول العين ديالك. بغيت نسولك دكتور عماد الا جات على خاطرك، عندي كندير الخيار، واش مزيان؟ الخيار مزيان، الخيار مزيان، غير هو دابا الخيار او الماء ديال الخيار ولا الخيار، فهنا خصك شي حاجه اللي تكون قويه، خصك شي حاجه اللي تدخل للحول العين. اذا انا كنصحك بزيت اتاي، زيت الشاي، زيت الشاي، زيت الشاي، زيت ديال زيت الشاي راه كتكون في الصيدليات، تمشي بالصيدليات غتاخذيها وغدهنيها غتحطي عندك. اسمح لي دكتور، زيت الشاي ولا زيت الشعير؟ الشاي اتاي، لو تي، لو تي، وي. دونك كتاخذي شويه منها وكدهني بها تحت العين ديالك يوميا، فهذه كتدخل المسام وكتحافظ لك على دوك الخلايا وكتحافظ على الكولاجين اللي هضرنا عليه. وهكا نقولوا حنايا حتى تفوت هذه المده هذه، لانك انت ما كتنعسيش مع البنيته، ولكن ضروري ضروري انك تعاودي ترجعي الساعات ديال النوم ديالك، لان النوم ضروري. لان علاش؟ باش ما توقعيش في المشكل ديال فيتامين دي، وباش ما توقعيش في المشكل ديال اضطرابات النوم اللي غادي يولي عندك مرض مزمن. بارك الله فيك دكتور. وعندي سؤال اخر الا جات على خاطرك، الا كان ممكن باختصار شهيده محضه. عندي خارج على الموضوع، انا عندي واحد الحساسيه في يديا، يلا وقعت لي بحال نقدر نقول لك زكزيما، بحال في ذاك الكعيبات ديال يديا بقات غادي تتنقل. الا عندك شي وصفه الله يرحم لك الوالدين. واخا نسولك، واش فيها القشور ولا ما فيهاش؟ فيها القشور. فيها القشور. إذا غادي تاخذي معلقة صغيرة ديال زيت الزعتر، معلقة صغيرة ديال زيت الخزامة، وربعة المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي، البيغ دو كاريتي. تخلطيهم في حمام مريم، تيتخلطوا يعني يدوب هذاك البيغ دو كاريتي، وتخلطوا في هذه المكونات وتخليه يبرد. ديك الكريم هي اللي غتولي كدهنيها على هذ البلايص اللي عندكم في هذا المشكل كل ليلة. وداومي عليها حتى تغبر هاد الكزيمه هادي وما تبقاش كتبان، وديك الساعه يمكن لك تقطعي هاد الوصفه هادي. ما يكون باس عندك ملي كتكون بحال هكا حساسيه اللي فيها القشره، واش بالضروره غتكون كزيمه دكتور عماد؟ في بعض الحالات كتكون بدايه ديال الصدفيه، داكشي بس سولت انا قلت لها واش فيها القشره. الصدفيه واش كتظهر غير في الشعر ولا ممكن كيف قالت لك في يديها وانتقلت لاجزاء اخرى من الجسم؟ كتبان في الشعر، كتبان في المرافق، في الاطراف، في بعض الحالات كتكون في الجسم كامل بالنسبه للوليدات الصغار، كنشوف الوليدات اللي كيتزادوا بها. وهكا الا خدينا هذه المواد، هذه هي مواد مرطبه ومغذيه، وكتحاول تنقص لينا شويه من الحده ديال هذه القشور هذو. نعم، حنا غادي نواصلوا معكم دائما مباشره على راديو اصوات في برنامجكم حديث ومنزل، تابعونا بالمباشر ايضا عبر الصفحه ديال الفيسبوك الرسميه الاصليه سناء زعيم اصوات، فرصه باش كل الاخوات اللي مازالين كيبحثوا على هذه الصفحه هذه الاصليه يلقاوها اخيرا وينضموا ويشتركوا معنا فيها، باش ان شاء الله توصلوا بكل المضامين ديال الحصص ديالكم ديال برنامج حديث ومنزل. إشارة على رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24. حديثنا وموضوعنا اليوم على الهالات السوداء، هذيك التلوينه اللي كتخرج في الدوره ديال العين، ممكن تكون اسبابها متنوعه ومختلفه كيف تكلمتي في بدايه الساعه الثانيه معنا دكتور عماد، كتكون راجعه لقله الماء وربما البشره كتكون ما كتحصلش على الترطيب وعلى التغذيه العميقه اللي هي بحاجه ليها. ممكن ايضا يكون الاسباب صحيه. احنا مازال غادي نتواصلوا مع مستمعاتنا، غادي نمشيو الان مدينة طنطن، وتحيه لكل من كيتابعنا بالاقاليم الصحراويه المغربيه. ثم غادي ناخذوا معنا خديجه من اسفي وامينه من مراكش، تنتم تواصلوا معنا وطرحوا علينا كل اسئلتكم. اهلا بك اخت حفيظه من طنطن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك معنا. لاباس سنة. الحمد لله، الله يبارك فيك. لاباس عليك، كيداير خويا عماد؟ بخير اختي، الله يبارك فيك، ملي كنسمع صوتكم. مبارك عواشركم، كل عام وانتم بخير. شكرا فينا وليك. غير واحد جوج سؤالات الدكتور عماد الله يخليك. مرحبا مرحبا تفضلي. هاد الزروقية اللي تحت العين عندي عند البنت عندها 15 سنة. كتعاني منها. إيه. وبغيت نسول دكتور عماد الله يخليك ملي شد لي الخط.
واش كاين بومزوي؟ واش كاين بومزوي؟ كنت انا دوزت عند واحد الطبيب وقال لي بومزوي ما كاينش. نعم ف ماشي بومزوي ما كاينش، غير هو دابا كنقولوا حنا العباره حيت الطبيب عاوتاني كاينين تشخيصات اخرى طبيه اللي كاينين اسماء طبيه اللي هي كتكون الاسماء الحقيقيه لبعض الامراض اللي كنعانيو منها. بومزوي شنو هو؟ بومزوي هو نوع من العصب، هو نوع من 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 كما كنقولوا حنايا ناتج على التوتر وناتج على العصب ديالنا، فهذاك من الاعراض الجانبيه ديالو. شنو هو؟ هو كنوليو كنحسوا بحال عندنا دقات القلب جهه البوط ديالنا، فهذاك شنو هو؟ هذاك عصب اللي كيربط لينا الامعاء ديالنا او المصران ديالنا، وكتكون عندهم علاقه بالجهاز العصبي ديالنا. هذا هو السبب ديال بومزوي. وهنا بومزوي كنمشيو اكثر في العلاج ديال العصب وديال التوتر اكثر ما كنمشيو في العلاج ديال الجهاز الهضمي والمشاكل ديال الجهاز الهضمي. اذا هذه حاله خاصه اللي هي بومزوي، فكناخذوا فيها مرد الدوش لا مارجولين، اللي فيها لا مارجولين اللي هي ماده مهدئه، كناخذوا فيها الويزا لا فيرفين اللي فيها مواد حتى هي مهدئه، ناخذوا ثلاثه ديال الوريقات ديال الويزا وناخذوا معلقه صغيره ديال ماده الدوش، نديروهم في واحد الكاس كبير ديال الماء خاوي ونخويو عليه الماء طايب طالق السبوله ديالو حتى يعمر لنا داك الكاس، يعني اون انفيزيون، ونخليوه يطلق واحد 10 ديال الدقائق. كتصفيو هذا المحلول هذا وكتشربوه في الليل قبل ما تنعسوا وكتداوموا عليه يوميا. بالنسبه للناس اللي عندهم بومزوي راه يمكن لهم يستعملوه حتى لست شهور ما كاينش مشكل، وراه ما حدكم كتشربوا هذا المحلول هذا ابتداء من 15 يوم كتولي كتبان لكم النتيجه وكتولي كتبان لكم الراحه ديالكم ان شاء الله. تهلا فراسك حفيده من طنطان. غادي ناخذ خديجه من اسفي. اهلا بك على راديو اسوات. اهلا اخت سناء، كبيره اختي لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. كي داير الدكتور ايمان؟ الحمد لله كنسلموا عليكم كاملين. عويش مبروكه. شكرا شكرا. تفضلي خديجه، شنو السؤال ديالك؟ السؤال ديالي انا عندي لي سيرن. عندك لي سيرن؟ ولكن كنعاني من الحساسيه والامساك. واخا لي سيرن، لي سيرن شحال هادي الوقت هما فيك؟ نعم. شحال هادي هما عندك هاد الهالات؟ شويه عندي تكون دابا شي 6 شهور بحال هكاك. مهمة هذه المسألة، هذه المسألة مهمة جدا ديال الإمساك وديال الحساسية. فالإمساك هي لا كونستيباسيون من الأسباب اللي كتخلي الدورة ديال العين كتكون غدا باهتة بحال غدا الكحولية. شنو هنا؟ كاين علاقة مباشرة أكيد بحال الحساسية. علاش؟ لأن لوكسيجيناسيون يعني الهواء أو الأكسجين ما بقاش كيدوز كثير لهذيك المنطقة هذيك. علاش؟ لان لا كونستيباسيون كنعرفوا انها في عمليه الهضم كيكون عندنا التركيز ديال الدوره الدمويه على المستوى ديال الجهاز الهضمي ديالنا او المستوى ديال المصارن ديالنا. فهنا الدوره الدمويه بحال ما كتولي مركزه لينا بزاف في الجهاز الهضمي ملي كتكون لا كونستيباسيون. فاول بلاصه كتبان فيها النقص القليل ديال الاكسجين هو الدوره ديال العين، زائد الحساسيه. اذا حتى الحساسيه كنعرفوا ان الهيستامينات هي مواد اللي كتاكل الاكسجين، ان حتى هذه البلاصه هذه ملي كيكون فيها دوك الهيستامينات طالعين كيعطينا هذه البهوتيه وكيعطينا هذا اللون الشاحب في الدوره ديال العين ديالنا. بالنسبه للدوره ديال العين فان شاء الله غادي نعطي وصفه لهذا المشكل، ولكن القبض، القبض دابا نغتنموا الفرصه في هذا الشهر هذا المبارك اننا نداوموا على الخضار. علاش؟ لان طيله اليوم ما حنا كنصوموا بحال كندير واحد جديد ديال 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 الخلايا اللي كتكون عندنا في المصارن ديالنا، وكندير واحد الفيدونج اننا كنديروا واحد التفريغ ديال هذه المواد السامه وكنخليو الجهاز الهضمي يخدم بطريقه طبيعيه، فنزيدوا نعاونوه. وكان احسن اننا نديروا مثلا واحد العصير اللي غادي ناخذوا فيه واحد الباربه مسلوقه وجزره مسلوقه. اذا باربه مسلوقه وجزره مسلوقه كنطحنوهم في كاس كبير ديال عصير البرتقال، غطحنوهم مزيان وحاولوا تشربوهم واحد نص ساعه بعد الفطور وداوموا عليهم يوميا طيله هذا الشهر. تكلمنا على الباربه في الساعه الاولى رفقه الشيف زينه سلوان، واش الباربه مزيانه لفقر الدم؟ مزيانه لفقر الدم، مزيانه، هي مزيانه للمناعه، مزيانه الانسجه العظميه. اذا تما فين كيزيدوا يتكونوا لنا الكريات الحمراء فهي مفيده كثير. علاش؟ لان الباربه فيها لي برودوي دو ريزيرف، يعني فيها مواد التخزين. نعم. ومواد التخزين
كلها افاده وكلها تقويه للجسم ديالنا. حنايا غادي نشوفوا ايضا وعد المستمعه ديالنا في الساعه الاولى سولتني على حفيدتها عندها 4 سنين ونص وعندها مشكل فقر الدم شهية تقريبا منعدمه. قالت لك ما كتاكل شيء كتاخذ دواء ولكن مازال عندها فقر الدم. شنو النصيحه ديالك؟ هضرت لهم على العدس ولكن العدس ما عرفتش واش غتصلح البنيه عندها 4 سنين ونص. 4 سنين لان باقي المسترنات ديالها مازال صغيره يقدر يعطيها المشكل ديال الغازات. فهنا كيمكن نديروا حاله خاصه. هنا بغيت كنقولوا استعمال المواد الطبيعيه كيخص اختصاصي اللي يستعملهم. هنا كيمكن نديروا حاله خاصه. شنو هي؟ ان هذه البنيته ديالنا غادي نعطيوها نص معلقه صغيره ديال العسل الحر في الصباح ونص معلقه صغيره ديال العسل الحر في الليل فقط. ما نزيدوا عليها ما نقصوا عليها فهي غادي تزيد تعاون الارتفاع ديال لافيغيتين في الدم ديالها. يعني تزيد علاش؟ لانها غتزيد من المفعول ديال الدواء اللي كتاخذ. غادي نتواصلوا ايضا معكم عبر صفحه الفيسبوك الرسميه الاصليه سناء زعيم اصوات. انضموا لينا على الصفحه مرحبا بكم. غتشاهدونا بالصوت والصوره. غتشاهدونا بالصوره من استوديو اصوات والمباشر الحي. غادي ناخذوا معنا على الخط امينه من مراكش قبل ما نوصل ونجاوب ونقرا اسئلتكم. هناك ايضا اسئله كثيره في هذا الموضوع. اهلا بك امينه من مراكش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان مبارك. شكرا علينا. شكرا. واخيرا بعد سنين ديال الادمان على راديو اصوات اخيرا شد لك الخط. نهار كبير. لا كاع ما كتقدمين سي الدكتور عماد. شكرا ليك. سبق لي تلاقيت مع الدكتور عماد هنا في مراكش الله يجازيه بخير. كان استفدنا منه بزاف الحمد لله. واليوم كان عندي جوج الاسئله. الله يرحم الوالدين. مرحبا مرحبا بك امينه. احنا في الخدمه. بارك الله فيك. لا سناء عندي الحساسيه مهم منذ الصغر. حساسيه جلديه ولا تنفسيه؟ لا عندي الحساسيه ديال العينين وعندي حساسيه الجلد عندي ديال النيكل وعندي الحساسيه ديال العينين. كنعاني منها من شهر 3 حتى المهم هي في الشتوى اللي كنرتاح الحمد لله. ودابا كنعاني في الفتره ديال رمضان مع قله النعاس راك تعرفي. وعندي مشكل ديال الهالات وعندي ديال الانتفاخ تحت العينين وتيتكمشوا ليا وكيحرقوني بزاف وكيدمعوا مجرد انني كنخرج كيضربني البرد صافي. ما كنعاودش نشوف بعينيا. الله يجزيك بخير الدكتور عماد الا كان ممكن. سؤال مهم. اكيد اكيد امينه. الانتفاخ ديال العينين وهذا السيلان يعني العينين كيدمعوا دغيا هذا راجع اعتقد الحساسيه. اكيد ارتفاع ديال المواد اللي كتكون هضرنا عليها دوك الهيستامينات اللي كيكونوا كثار. وخاصه علاش كيبدا تخدم العين؟ انها كتجيب دوك الهيستامينات فاش كيتفرزوا في البلاصه ديال العين. شنو كتعطيها؟ كتعطيها احساس بان كاينين مواد طفيليه او مواد خارجه على الدس ديالنا. فهنا دوك لي لاغم ولا هنا دوك الدموع كتكون كوسيله للدفاع على العين من هاد التعفنات هذه. فاول حاجه كيخصنا نديروها كيخصنا نرجعوا العنايه بالاعين ديالنا. يعني حول العين خصنا نردوا ليه العنايه ديالو حيت هاد المنطقه هذه كنهملوها بزاف وما كنعطيوهاش واحد 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 الوقت كثير او ما كنعطيوهاش واحد العنايه كامله. فهنا بعدا كنصحك اختي انك تستعملي واحد التوازن ما بين زيت البابونج وزيت الخيار. اذا زيت البابونج او زيت بذور الخيار. زيت البابونج كدهنيها مثلا الا دهنتيها اليوم حول العين ديالك لا الغدا كدهني زيت الخيار وكتمشي بحال هكا مره زيت البابونج مره زيت الخيار. هادو زيوت مغذيه مضاده للحساسيه كيرجعوا المرونه لحول العين وكيقويوا حتى المناعه ديال هذيك المنطقه اللي كتكون حول العين. نعم هنايا غادي نواصلوا معكم دائما مباشره من بعد الفاصل الموسيقي راه على راديو اصوات وبرنامج حديث ومغزل. غادي نقدموا اول شيء الوصفه المضمونه ضد الهالات السوداء. نعم. دكتور عماد على الصفحه ديال الفيسبوك تواصلنا مع المستمعات ديالنا مباشره خلال الفاصل الموسيقي. وكاين ايضا اسئله عندي على الصفحه على واحد السيده مثلا اخت من الاخوات اللي كيتسولنا عندها استعمال ديال 8 ساعات في اليوم في العمل ديالها لظروف العمل. قالت لي 8 سوايع وانا قدام جوج ديال لي بيسي وعندي الهالات. شنو الحل في هذه الوضعيه في هذه الحاله؟ فغادي نقترح اليوم واحد الوصفه اللي غتكون وصفه المساعده للعلاج ووصفه للوقايه وخاصه السيدات اللي كيستعملوا لي بيسي كثير. اكيد فهنا غادي نعطيو هضرنا على الهواتف النقاله هضرنا على لي بيسي
فهما كما قلنا كيعطيو واحد الاشعه اللي كتكون ضاره. واش في هذه الحاله من الاحسن الانسان يلبس واحد النظارات اللي كيكونوا فيهم داك الزاج اونتي غوفلي واش كينقصوا شويه تعرض للاشعه؟ نقص بواحد 50% ولا 60%، لان 100% غيكون ان اونتي غوفلي راه ما كاينش، ولكن يعني تقدر تكون حمايه جزئيه بالفعل نسبيه. وضروري من نديروا واحد المواد طبيعيه، لان الا درنا داك لو ماسك ولا داك لو فيلتر ديال المواد الطبيعيه غيعطينا هذه الوقايه هذه اللي كنقلبوا عليها. فهنا كنقترح على مواد طبيعيه اللي غادي نلقاوها في اي بلاصه، اذا سواء داخل وخارج المغرب. غادي ناخذوا الموز البنان، وغادي ناخذوا العظم ديال لافوكا وزيت اللوز الحلو، ثلاثه ديال المواد اللي كاينين. ولكن هذه التركيبه من التركيبات الجيده والمهمه. علاش؟ لان عندنا الموز فيه مواد مغذيه، فيه بروتينات، فيه بوتاسيوم، فيه مواد اللي كترجع النضاره ديال البشره. العظم ديال لافوكا المزايا ديالو انه غني بالفيتامين او، ما اسميه انا بفيتامين الشباب، وغني بالمواد المغذيه. زيت اللوز الحلو راه دائما كنتكلموا عليه اللي فيها لاميغدالين. اذا البنان او الموزه كناخذوا نصف موزه، نصف بنانه، كنحكو فوق منها عظم ديال لافوكا، وكنزيدوا عليهم نص كاس صغير ديال زيت اللوز الحلو. هذا الخليط هذا كامل كنحطوه في حمام مريم فوق البوطه، اذا الماء كيغلي، وعاد في واحد الوعاء كنخويو هذا الخليط وكنخليوه فيه مده ديال 10 ديال الدقائق فقط قسمين. من بعد هذا الخليط كنخليوه 50 دقيقه، هي ساعه في كل شيء، ولكن ضروري كنصفوه بالزيف ديال حياتي او الفاصمه الطايبه اللي كتكون في الصيدليات لي كومبريس ستيريل. علاش؟ باش نحيدوا داك الماء ديال البنان ونحيدوا هذاك العظم، نصفيو حتى تخرج لنا غير الزيت. نعم. واخا نصفيوه مثلا كاع، نصفيو داك الزيت ونعاودوا نصفيوه مره اخرى. نعم. وديك الزيت اللي كنحصلوا عليها هذيك هي اللي كتوليو كدهنوا بها حول العين ديالكم بواحد المساج ديال 5 ديال الدقائق في الصباح وفي الليل، جوج المرات في اليوم، وكداوموا عليها. هذا واخا ديروا السيده وتكون في النهار خارجه ماشي مشكل. بالفعل يمكن لها ديروا. علاش؟ لان علاش قلت انا بالنهار؟ بحال السؤال اللي طرحت علينا الاخت انها تستعملها. نعم. كحمايه ضد هذا المشكل ديال كوثر. كتسولنا على الصفحات الرسميه، واش زيت لافوكا زوينه للبشره؟ اكيد، لان غنيه بالفيتامين او، غير خاصها تكون طبيعيه. وعدت الاخوات انه غادي نجاوبوا وصفه لتوحيد لون البشره دكتور عماد، والتصفيه والاعطاء النظاره. مثلا عندي واحد السيده كتقول لي من بعد فقدان الوزن النظاره الوجه كتنقص، اذا شنو اللي غادي يوحد اللون يعطي نظاره؟ نعم، فغادي نستعملوا زيت لافوكا اللي هضرنا عليها دابا. إيه؟ ناخذوا زيت لافوكا وغادي ناخذوا زيت السالميه. صافي، جوج ديال الزيوت كافيين يعطيونا النظاره. معلقه كبيره من كل زيت كتخلطوهم، كدهنوهم مساج على البشره ديالكم واحد المده ديال 10 ديال الدقائق ديال المساج، وكتخليوهم في البشره ديالكم كتباتوا بهم. يعني هذه الوصفه كديروها في الليل يوميا حتى كترجع البشره للحاله الطبيعيه وكترجع لها النظاره ديالها. سؤال على القشره ديال الشعر، شنو الوصفه الناجحه ديالك دكتور عماد؟ نعم، فهنا غادي نستعملوا خل التفاح، كاس صغير ديال خل التفاح، ومعلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه مطحونه. كاس صغير ديال خل التفاح ومعلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه مطحونه، كنديرهم فوق العافيه حتى كطلع الغليه الاولى، كنخليوه يرتاح. هذا المحلول حتى كيبرد كنصفيوه في واحد القرعه او في واحد القاروره. من بعد كنوليو كناخذوا هذا المحلول كندهنوا به الجلده ديال الشعر ديالنا، وشعرنا كنخليوه ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع بالنسبة للأخوات، بالنسبة للإخوان كيديروها ثلاثة المرات في الأسبوع، وكنداوموا عليه مدة ديال 3 شهور. دائما أسئلتكم مستمعتنا وصديقات برنامج حديث ومغزل لها الجواب. حسنية كتسولنا على الكلف، سلوى كتسولنا عندها تجاعيد إحدى العينين، عندي أم ندى اللي كتسولنا على بنتها عندها 6 سنين وخرج لها مسمار الكيف في رجليها. نعم. واش ممكن مسمار الكيف يخرج في الرجل ديال البنيه؟ يخرج يعني ماشي مشكل. واش وصفه كاينه وصفه للمساعده والعلاج؟ اذا هنا غادي ناخذوا زيت الياسمين معلقه صغيره، 10 ديال النقيطات ديال الروح ديال الازير، 10 نقيطات الروح ديال الازير، 4 ديال المعالق كبار ديال زبده الكاليتي. تخلطي هاد المكونات كاملين في حمام مريم تيتخلطوا مزيان، وهاد الكريمه من بعد ما ديري رجيله ديال البنيته في الماء سخون الدرجه اللي غتستحملوا. نعم. واحد شويه وتغسل وتبقى فيه باش يرطب هذاك الجلد. تحيديها، تمسحي لها الرجيله ديالها، ودهني لها هاد الكريم بالليل في البلاصه اللي عندها فيها هاد المشكله ديال مسمار الكيف. يوميا غداومي على هاد العمليه هادي،
واحد المده ديال شهر، فان شاء الله هذاك المسمار كيف غادي يغبر باذن الله. التحيه لندى بناني، الحنان، العيشه، واحد تهم نعطوهم وصفه البوم زوي. وعائشه كتسولنا قالت لك دكتور عماد في الصباح ملي كتفيق دابا كترجع المرار، هذا مشكل ديال الحموضه ياك؟ اكيد الحموضه او عسر الهضم، لان بعض الحالات ان كتكون في الليل مثلا خدات بعض المواد ما تهضموش مزيان، فكيعطينا هذا الغفلو، هذا كيعطينا هذا الاسيد اللي يتفرز اكثر من يا ريت من عندك دكتور عماد وصفه لعسر الهضم ووصفه البوم زوي اللي تكلمنا عليه. فبوم زوي عطينا وصفه اللي غناخذوا فيها ماده الدوش، معلقه صغيره وثلاثه ديال الوريقات ديال الويزه، وكنزيدوا عليهم كاس كبير ديال الماء مغلي حتى كيطلق، ومن بعد كنصفوا هذا الكاس وكنشربوه بالليل. بالنسبه للمشكل ديال عسر الهضم، احسن حاجه نطحنوا غير الخروب، نطحنوا الخروب ونطحنوا النبق. الخروب مع النبق مطحونين قيم متساويه، مثلا ناخذوا نص ربع نص ربع، نغرب لهم في الغربه الرقيق، واخر حاجه غنديروها في الليل كناخذوا ديك المعلقه صغيره ديال هذا الخليط هذا، وكنشربوه بشويه ديال الماء وكنعسوا. فهنا الخروب والنبك كيوازنوا لنا افرازات الحموضه في المعده ديالنا، وكنبقاو مرتاحين طيله اليوم ديال الصيام، ويمكننا نديروا حتى في ايام الافطار ان شاء الله. عندنا كذلك الاسئله ديال الكلف. نعم. جاوبنا فالكلف جاوبنا، غنديروا الوصفه ديال توحيد اللون اللي فيها لافوكا وزيت لافوكا وزيت السلميه اللي فيها معلقه كبيره معلقه كبيره، كنخلطوهم. هذه واش قدرت ترمم ايضا البشره الناس اللي عندهم مسام مفتوحين؟ نعم، فالمسام مفتوحين نستعملوا الطين الاخضر. نعم، الطين الاخضر اللي كناخذوا معلقه كبيره ديالو وبيض ديال البيضه، معلقه كبيره الاخضر وبيض ديال البيضه، تخلطوهم. نعم. ديرهم ماسك ثلث ساعه وكتغسلوه جوج المرات في الاسبوع، وكتداوموا عليه مده ديال 3 شهور. نعم. وبالنسبه للتجاعيد اللي كيبانوا حول العين، فاحسن حاجه هي الزيت اللي ذكرت لي، زيت الشاي، الويل دو تي ولا الويل دو لابغ دو تي، كتاخذوها وكدهنوها كمساج حول العين كل ليله، وكتباتوا بها وكتداوموا عليها دائما. فانا كنصحكم ان ما تقطعوهاش. بعد لحظات غادي نعملوا السحب بالقرعه. سؤال ما قبل الاخير، نسرين وحده من الكثير من الاخوات اللي كيسولونا على العروقه اللي مطنبين في الساقين في الرجلين بكثره الوقوف، شنو هي الوصفه اللي غادي تريح الناس اللي عندهم مشكل يا اما ديال الدوره الدمويه او ديال انتفاخ القدمين والساقين؟ فانتفاخ ديال القدمين والساقين حاولوا نديروا واحد الحلول، مثلا نديروا ثلاثة الورقات ديال سيدنا موسى ومعلقة كبيرة ديال الزعتر. هذا كيصلح حتى الناس اللي عندهم لي فاغيس؟ نعم، فثلاثة الورقات ديال سيدنا موسى ومعلقة كبيرة ديال الزعتر فيها مواد اللي كتحسن الدورة الدموية، هادو كنطبخوهم في ليتر ديال الماء حتى كيتطبخوا مزيان وكيعقد هذاك ليترو ديال الماء، ومن بعد هذا المحلول هذا كنصفيوه وكنوليو كناخذوا كاس صغير منه وكنخلطوه في واحد البانيو صغير اللي كنديروا فيه الماء سخون، الدرجه اللي غنستحملوا فيها درجه الحراره ديالو، كنخويو داك الكاس ديال هذا المحلول هذا، كنخلطوه وكنديروا فيه رجلينا حتى كيبرد هذا المحلول هذا، كنداوموا عليه ثلاثه المرات في الاسبوع، وكنبقاو مداومين عليه حتى كنحسوا ان الانتفاخ ما بقاش، وان حتى العروق والدواء اللي كنحسوا بهم انهم بداو كينقصوا. تحيه لفاطمه الزهراء اغربي، والاخت فاطمه كتقول لنا انها لابسه النظارات وعندها الهالات السوداء باينين بزاف، شي حل؟ نعم، نفس الوصفه يعطينا نفس الوصفه، ولا دير الزيت السلميه اللي هي مضاده لسواد العين، اذا زيت السلميه مع زيت اللوز الحلو، معلقه كبيره زيت السلميه مع معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو اللي غتخلطهم، دير بهم مساج ديال 5 دقائق حول العين وتبات بها. نعم، يوميا تبقى مستعمله هذه الوصفه هذه، ما تقطعهاش حتى تحس ان الدوره ديال العين بهت فيها هذاك اللون ومشى كاع، وبعض الحالات انه يمكن له يمشي. شكرا لك دكتور عماد، دكتور الصيدله والمختص في العلاج والتداوي بالاعشاب.